الأقسام وحتى الورا شكلها فارغة، قرطون داروا جميع الإغراءات بين وجوه المتربصين المتمهنين، ما كانش بحنا في مسعد وفي طلبات كثيرة، وين حنا كلجنة يعني كان تصور مستقبل إن شاء الله يكون في مركز ثاني وحتى توسعة بعض المراكز، لكن مع نلاحظ بعض المشاكل هذه مركز فتي هذا عند دبي جزء من يفتح والله، والمشاكل هذه الفضاح يعني ما لما نحط نتصور توصل المشاكل بهالدرجة هذه، ربما على ونقطة هذه قضية اللجنة المدرسة بعضها هذا الشيء ما يسكتش عليه، يعني مع عندما نغطوش نسبة الغربان اللجنة تشكلت وعامل ما تجمعش الأمورات وتجاوزت قانونية وغيرها، هي الأشياء أخرى ربما قلت لنا ممثل المدير قدم لنا إجابة في الأسف يعني ما كانش شيء هذا، يعني كما ذكرت مع المعطيات وحصلنا عليها على أساسنا قمنا بتقاريرنا، واليوم كما نحضرنا نقول لكم يعني حقيقة هذا الشيء هذا لا يسكت عليه، شخصياتنا في المركز لا يسكت عليه. النقطة الأولى هذه، النقطة الثانية مدير ولاية التدريب المهني تعاملنا مع تصرفنا معه في نقطة الاحتجاجات كمركز وحيد في مسعد، المدير ما يتناقش في المركز ويستمع باستماع مباشر هذا لا نقبله تماما كلجنة التدريب المهني والتربية. كمجلس تاع الولاية تكلمت به مع شخصيا أنا قال لي وفد لجنة وعلى ضوء واش تقدم لي اللجنة راني نقوم بالتصرف تاعو ونطلعك على شنو تكون. لكن للاسف الشديد كما المعلومات اللي عندي اللجنه تم اختصار كامل المشاكل المجازره في مشكل تاخر راتب انا اللي نشوف ربما مشكل ثانوي شيء هذا يعني عمل او رده فعل مدير التكوين المهني واللجنه اللي مش قامت به والمشاكل كلها يعني قام لها السيد رئيس المشاكل وتكلم شخصيا مع السيد الوالد وعنده عرض حال كله على جميع المشاكل اللي كاينه هنايا اضافه الشكوى اللي قدمتم انتم يعني كنقطه اولى كما ذكرت. النقطه الثانيه انه لا نقبل تصرف مديرية التكوين المهني شبه القائمه به مع مركز التكوين المهني بمسعد كما ذكرت لكم اهميه التكوين المهني بمسعد. شيء ثاني نحب نشكر السي ممثل الشباب لانه مهتم بالشيء هذا وما يمثل الشباب من خلال مراسلته معنا كذلك اتصاله معنا وتنقله يعني عدم كفايته بوش يجي من الشباب تنقله من التكوين المهني وتنقله من مدير في الوظيفه العموميه واتصال بمدير التكوين المهني شيء هذا نشكره فيه وهذا المفروض يكون ممثل الشباب هذا الشيء يسعى له ونحن نعاهده يعني انه نعمل مع بعض احنا مستعدين كلجنه تربيه وتكوين مهني وكذلك للتعليم العالي يعني مستعدين كمجلس نتعامل معكم اهلا وسهلا في اي شيء يهم هذا القطاع كما قلت لكم كاين امور يعني تجاوزت صالحه ما نقدرش نغطوا الشمس بالغربان نعم الدل عليها ولازم نستلم معنا منكم باقي السيد المدير ان شاء الله كيجي نتصلوا به يجينا المركز نسمع الموضوع المباشر وشيء اخر كما ذكر باسمية بوين كاين اجراءات يعني بالعنف الصلاحيات كان إجراءات توقف عند الشعب الولايات كان إجراءات توقف عند